حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة. رحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي 7 على 7 وإطلالة جديدة. وطبعا خلنا إجازة طويلة والحين راجعين لكم إن شاء الله بطاقة جديدة ومستمتعين معكم بإطلالتنا. أكيد أنا وزميلتي مروة أحبني أرحب فيها وأقولها منورة البرنامج وما شاء الله عليك. أشكرك علي. أشكرك وأيضا أرحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم على التلفزيون الفجيرة في برنامج 7 على 7. عندنا اليوم مواضيع وايدة علي بنتحدث فيها أكيد، ولكن أهمها هو انطلاق مهرجان أم الإمارات. نعم. سمعت عنه شيء أو أن رحت ولا شو؟ أكيد لا والله بصراحة ما رحت، لكن أكيد المهرجان هذا هو الآن ما شاء الله الكل يتحدث عنه، ووسائل الوسائل الإعلامية مسلطة الضوء عليه لأهميته الكبيرة. فعلا في 4 مناطق على فكرة ترفيهية، 5 مبادرات. نعم. أيضا جديدة أطلقتها أكيد سمو الشيخة أكيد أم الإمارات، أم الإمارات فاطمة. أكيد. نعم. فاطمة بنت مبارك، وكان لها أكيد دور دائم أكيد. بعدني مريضة. سلامتك ما تشوفين للعافية. كان لها دور أيضا في دعم المرأة. نعم. وأيضا تمكينها. لا شك. فمكان جميل على. نعم. امتداد تقريبا 1 كيلومتر. نعم. واحد على كورنيش أبو ظبي. نعم أكيد هناك فعاليات كثيرة مثل ما ذكرت زميلتي مروة، والموقع هو على البحر على كورنيش أبو ظبي، وانطلق المهرجان طبعا تحت شعار ابتكار وازدهار واحتفال أيضا. فعلا للمرة الأولى. خلنا نشوف الفيديو، بنشوف مع المشاهدين هذا الفيديو. حبيت مثل ما شفنا الحين علي أن في مطاعم أيضا وأماكن. نعم. ترفيهية للأطفال وأيضا للأمهات، فهو مكان فعلا يعني يستحق الزيارة، المفروض أن كلنا نسير له. أكيد، وما شاء الله هو مكان حاضن للعوائل أتوقع، ومثل ما ذكرتي في عدة زوايا مهمة وتنشر السعادة، وفي ركن المطاعم وأيضا هناك ركن خاص لمنطقة الأولمبيات الخاص، وهذه الفعالية الكبيرة التي تقام حاليا في الإمارات. أيضا في مكان أظن اسمه طريق السعادة أو ممر السعادة. نعم. فهو أيضا شيء وايد جميل أن الاسم دليل على السعادة، فبروحكم يوم تمرون في ممر السعادة تحسون بسعادة وابتسامة وإيجابية. والإمارات ما شاء الله كل أماكنها سعادة يا مروة. خبرنا علشان نزيد سعادتنا اليوم، شو مواضيع حلقتنا؟ مواضيع حلقتنا مشاهدينا الكرام متنوعة كالعادة، وأكيد إن شاء الله بنبدأ وياكم مع برنامج تدريبات الإرشادية للمزارعين والعمال لعام 2019. أيضا معرض بالعلوم نفكر في إمارة الشارقة، ومؤتمر وزراء الزراعة للدول المصنعة للتمور، وبعد بنتحدث أيضا عن مؤتمر إدارة الطوارئ يناقش دور التقنيات الذكية في التنبؤ بالأزمات، وبنسلط الضوء يا مروة أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي والاستفزاز الإلكتروني، وبنواصل أكيد حديثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها أكيد أبواب جديدة للشهرة على موضوع الاستفزاز الإلكتروني. يعني هالموضوع منتشر وايد، التنمر والاستفزاز صاير منتشر خلال هالأيام، إنه يدشون مثلا على صفحة مثلا حد مشهور بالذات ويستفزونه بالكلام بحيث إنه يقول كلمة، يسوون كابتشر فعلا ويسحبونه لقاعات المحاكم. نعم. يعني المفروض الواحد يكون جدا حذر، لأن أصبحت اليوم منصات التواصل الاجتماعي ممكن أن فعلا توصل لأروقة المحاكم. نعم. بكلمة أو ممكن في غلطة من الممكن أن كلمة مش محسوبة. نعم. بطريقة الواحد صحيح. لا يستفز وايد، يمكن خلف هذا التلفون أو خلف هذا التعليق واحد ياهل صغير عمره صحيح. تقريبا يمكن مال 12 سنه او 10 سنوات وقاعد يكتب، وانت مثلا عمرك 25 سنه او 26 سنه، فليش انت تلقي بال لهذه التعليقات السلبيه او هذا التنمر الالكتروني او هذا الاستفزاز الالكتروني؟ سو ديليت
فعلا. واسحب على الموضوع. أنا صراحة أحب على فكرة هو أنت تتكلم عن موضوع الديليت، أنا برأيي أن الواحد يسوي بلوك وخلاص. هو البلوك أسهل شيء أن الواحد يسوي حد للأشخاص الممكن أن تأذي. واليوم أكيد بنتحدث عن الموضوع أكثر بعد إن شاء الله، بعد هذه الفقرة. بعد أكيد هذه الفقرة الجميلة واللي أكيد دائما زميلتنا ليالي اطلع علينا فيها بنمسي عليها. أول شيء مساء الخير ليالي. مساء الابتسامة والإيجابية والسعادة لكما مروة وعلي، وأرحب بالمشاهدين. شكرا لكما. يوم غد علي ومروى بإذن الله تعالى وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سوف نشهد فيليب جيرا فعاليات برنامج الـ 100 منتورز أو المئة موجه، والذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مجلس الفجيرة للشباب. ومن خلال هذا المنبر برنامج 77 أود أن أوجه تحية لكل الشباب الفاعل في مجلس الفجيرة للشباب، وأقول لهم بالتوفيق غدا بإذن الله. نتابع. شكرا جزيلا. 12 من آذار مارس 2019، أرحب بكم مشاهدينا لهذا الموجز الإخباري. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تمد يد المساعدة والصداقة إلى جميع الدول والشعوب، وتحرص قيادتها على توظيف خبراتها البشرية وطاقاتها اللوجستية في خدمة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء حول العالم. جاء ذلك خلال استقبال سموه في دبي فور إغناس هينغبي رئيس جمهورية توغو، وقد رحب سموه بالرئيس الضيف وتباحث معه بشأن عدد من المسائل المتصلة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية توغو التي تعتبر بوابة العبور إلى غرب إفريقيا. وتركز الحديث على موضوع الاستثمار المشترك، خاصة في تحديث البنية التحتية في توغو وفي مقدمتها الموانئ البحرية وقطاعات الفوسفات والزراعة والطاقة المتجددة، حيث ترغب توغو بالاستفادة من خبرات دولة الإمارات في هذه المجالات لا سيما الطاقة النظيفة والموانئ. من ناحية أخرى، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، وذلك خلال اجتماع المجلس في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله: بالأمس قاد المواطن الإماراتي إطلاق أول قمر صناعي، وهو بالغد القريب سيتولى إدارة أكبر المحطات العالمية في العلوم والفضاء من أرض الإمارات، فقطاع الفضاء هو مستقبل المواطن الإماراتي، ينطلق من أرض زايدة لصناعة مستقبل العالم. وأكد سموه أن الإمارات استطاعت خلال فترة وجيزة وبفضل رؤيتها أن تؤسس قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة وكفاءات إماراتية شابة وغيرها من القدرات والممكنات التي هيأتها لتكون من الأوائل في المنطقة ضمن السباق العالمي لاكتشاف الفضاء. واليوم تأتي الاستراتيجية الوطنية للفضاء لاستكمال هذه الجهود ووضع في إطار عملي لتحقيق الغايات. كما أكد سمو أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الفضاء لدى الأجيال الناشئة ونقل علومه ومعارفه وتقنياته المتطورة إلى الدولة. على صعيد آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، حيث رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بزيارة جلالته إلى بلده الثاني الإمارات، معربا عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين. وتطرق الجانبان إلى تطورات القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمنها واستقرارها. كما تبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى الأحاديث الودية التي عبرت عن متانة العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها.
من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حرص دولة الإمارات على دعم مبادرات ومساعي السلام والأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، والعمل على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. جاء ذلك خلال تلقي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، حيث تم بحث علاقات الصداقة المتميزة والتعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، واستعرض الجانبان آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من الجوانب الحيوية، كما تطرق إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأنها. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد استقبل في قصر البحر اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يرافقه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، حيث تطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. في شق مغاير، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن أبناء الإمارات يجسدون نهج العطاء والبذل المتجذر في خدمة مجتمعهم ووطنهم الذي أرساه المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشددا سموه على الاهتمام بتعزيز قيم التعاون والتلاحم الأصيلة التي يتحلى بها شعب الإمارات والمحافظة عليها جيلا بعد جيلا. جاء ذلك خلال تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهات والشخصيات الداعمة والمساهمة في تمكين صندوق الوطن من أجل تحقيق أهدافه الوطنية تعزيزا لمسيرة التنمية، حيث أعرب سموه عن شكره واعتزازه بمبادرات هذه النخبة من أبناء الوطن والشركات الوطنية وأسهاماتها في دفع مسيرة تنمية البلاد من خلال تأهيل جيل جديد من المبدعين في مختلف المجالات والقطاعات والاستثمار في طاقات الشباب الذي يعد ركيزة التنمية الأساسية وصناعة مستقبل أفضل لدولتنا، إضافة إلى ضمان استدامة القطاعات الرئيسة كالتعليم والموارد البشرية. إلى هنا مشاهدينا أختم وإياكم هذه النافذة الإخبارية، نكمل أو نستكمل بقية فقرات 7 على 7 مع مروة وعلي. أشكرت ليالي ويعطيك ألف عافية. شو عنا الحين أكيد علي؟ أكيد عندنا مواضيع كثيرة مستمرين مع مشاهدنا، وننطلق أكيد الحين مشاهدنا الكرام مع برنامج التدريبات الإرشادية للمزارعين والعمال. هذا البرنامج الذي يهدف أكيد إلى تحسين جودة الزراعة والإنتاج الزراعي بشكل عام وزيادة الإنتاج المحلي يا مروة. نعم أكيد بيكون معنا أيضا تفاصيل أكثر. نعم. في اتصال مع المهندس محمد المهيري مدير قسم التطوير الفني بمركز مدير قسم التنمية الزراعية التنمية الزراعية بالإنابة بمركز خدمات المزارعين بأبو ظبي، حياك الله سعادة. نعم. المهندس الله يحييك. الله يحييك. سعيدين جدا بوجودك معنا. أنا سعد طال عمرك. أحب أمسي عليكم وعلى المستمعين والمشاهدين الكرام. نعم. كل خير. نعم الله يمسيك بالنور والسرور، حياك الله سعادة المهندس. بداية أكيد نبغى نتعرف وياك على برنامج التدريبات الإرشادية للمزارعين والعمال. نعم على طبيعة الحال العامل هو أساس العمل في القطاع الزراعي. نعم. وتطوير قدرات العمال في الزراعة بجوانبها المختلفة يؤدي بالناتج إلى تطوير الزراعة بشكل عام. ونحن في مركز خدمات المزارعين ركزنا في دوراتنا التدريبية العام الماضي 2018 على 7 محاور أساسية في التدريب، من بينها الري وإنتاج التمور وحماية المحاصيل. نعم. الممارسات الزراعية الجيدة، المحاصيل الحقلية، الزراعة المحمية والزراعة العضوية. يعني هذه هي المحاور الأساسية اللي كانت تركز فيها محاور التدريب في هذا البرنامج. نعم. ما هي أهمية التدريبات للمزارعين والعمال؟
التدريبات هذه هي الأساس عندنا في العمل الزراعي. العامل عندك هو الشخص المؤثر والأساسي في المزرعة، وهذه التدريبات عندنا فيها تركيز على الجانب التطبيقي والعملي، ويكون فيها يعني المهارات الأساسية للعامل هي مهارات تطبيقية ويمارسها العامل عنده في المزرعة. نعم. منها مثلا منها خلنا ناخذ بعض الأمثلة، منها التعرف على آفات النخيل. نعم. وطرق علاجها ومثلا التمديد وجني الثمار. نعم. هذه هي مثال لبعض الممارسات التطبيقية اللي يقوم بها العامل في المزرعة. نحاول أن نوضح له كيف ممكن يسويها بشكل عملي صحيح. جميل. نعم. نعم. مهندس محمد، ما هي الأيام المخصصة للتدريبات تدريبات العمال؟ نحن تقام عندنا الدورات على مدار العام، وخلال ساعات الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس يتم الإعلان فيها، يتم الإعلان عن هذه المواعيد من خلال الحساب الرسمي لمركز خدمات المزارعين في وسائل التواصل الاجتماعي، وتكون فرصة متاحة للجميع بالمشاركة في هذه الدورات. نعم. مهندس محمد، مراكز إقامة التدريبات وين؟ بالنسبة للمواقع نحن عندنا 27 مركز إرشادي. نعم. منتشر على إمارة أبو ظبي في ثلاث مناطق، منطقة الظفرة ومنطقة العين ومنطقة العاصمة أبو ظبي، يكون فيها الدورات يعني تقام بالتنسيق مع هذه المراكز الإرشادية. نعم. نعم، نحن سعيدين جدا بهذا الاتصال وهذه المداخلة. مهندس محمد المهيري، مدير قسم التنمية بالإنابة بمركز خدمات المزارعين بأبو ظبي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة والعافية، ما قصرت. مروة، تحبين الفروسية؟ بعدني بسألك من موضوع الزراعة والعمال، نروح لموضوع الفروسية. أكيد. والأحصنة. نعم، تحبين الفروسية؟ على فكرة أنا أحب الفروسية وأحب الأحصنة، ولكن كان عندي فوبيا. ومن جديد راحت الفوبيا، فان كل يوم بروح. صرتي ولا بتصيرين؟ صرت خلاص. سرتي. راحت الفوبيا اليوم، صارت الفوبيا يعني خلاص. على فكرة كل يعني يوم موجوده في قبل لا يروح الانسان يجرب هذه الهوايه الرائعه، يقول يستغرب من الفرسان، يقول يا اخي ليش تي مرتبطين وايد بالخيل يعني لهالدرجة، وان شو المتعه، ان يعني وين المتعه. ولكن من عقب اول مره جربت وراحت الفوبيا شعرت بانه فعلا فيها متعة. أكيد. نروح لهذا الموضوع مشاهدينا الكرام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. أقيم مؤتمر مروة صحفي الإعلان عن تفاصيل فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر دبي الدولي للفروسية. أكيد علي، أيضا يشارك في هذا المؤتمر نخبة من أبرز خبراء الفروسية من دولة الإمارات وخارجها. خلنا نشوف التقرير. نشوف مع المشاهدين. هذا المؤتمر سيكون تركيزه على الحصان العربي. الحصان العربي سواء كان شراء، بيع، سباقات، توليد أو تلقيح صناعي. هذه الأربع جهات أو الأربع محاور في صناعة الخيل بشكل عام والخيل العربية بشكل خاص. اليوم مستشفى الشارقة للخيول يستقطب العديد من السيمنز أو الحيوانات المنوية للكثير من الفحول، والتلقيح الصناعي معروف ومقدر وعلميا ناجح ومتاح لكل من يملك فرسات عربية للتلقيح، بالإضافة للتلقيح الطبيعي طبعا عن طريق إرسال الفرس إلى الحصان في موقع سواء كان في البرازيل أو في بريطانيا أو في فرنسا. المؤتمر سيكون في المركز التجاري في القاعة الرئيسية في قاعة زابيل. سيمر الشيخ حمدان طبعا لافتتاح المعرض، ثم يعطى نبذة ولو بسيطة عن المؤتمر.
وبعد ساعة أو ساعتين من الافتتاح سيعقد أولى جلساته على مرحلتين، ثم مرحلتين يوم الجمعة، ثم مرحلتين يوم السبت. المحاور كثيرة والمواضيع كثيرة، والحصان العربي أصبح ذو شجون. وما يهمني شخصيا هو التفاعل بين الجمهور والإعلام والجهود التي تبذل من قبل الشيخ حمدان في هذه النشاطات. النسخة الثالثة لاقت تطور خلال السنوات الثلاثة اللي مضت، كبرت وتنوعت قائمة كبار الشخصيات، كبار الضيوف تنوعت وكبرت. نلاحظ نمو على مستويين، التنظيم ومن مستوى الضيوف. الفعالية لاقت حب وانتظار من الجمهور. نحن في مجلس سبي الرياضي دائما ندعم الفعاليات الرياضية بكل أنواعها، وبصفتي قسم السياحة الرياضية نحن ندعم الفعاليات هاي، لأن هاي نموذج صحيح للسياحة الرياضية من حيث استقطاب الشخصيات، من حيث استقطاب الفعاليات والبرامج المتنوعة. أكثر من 400 فعالية في إمارات دبي على مدار العام، هاي واحدة من الفعاليات الناجحة، ونتمنى لهم التوفيق والاستمرار بجودة المعرض من سنة عن سنة. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وأكيد إلى موضوعنا الآخر ومعرض بالعلوم. نفكر طلقت فعالياته في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك التابع لجامعة الشارقة يا مروة. وأكيد كان تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وأيضا بحضور الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع. وبنتعرف أكيد أكثر على معرض بالعلوم نفكر في إمارة الشارقة مع ضيفنا في الاستوديو. أكيد نرحب بالأستاذ مروان شويكي، طبعا مدير معارض الفضاء والقبة الفلكية في مركز الشارقة للعلوم والفلك. حياك الله أستاذ مروان. وحياكم الله، سعيدين جدا بوجودك معنا. شكرا على الاستضافة. الله يطول لك عمرك. خبرنا عن معرض بالعلوم نفكر، شو هو المعرض؟ نعم، أول شيء كان يعني قبل في يوم 3 مارس كان الاستضافة في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وكان هذه الثالثة، المعرض الثالث في الإمارات. فهو معرض في هذا العام أو البرنامج في هذا العام متنقل عبر الإمارات، على عكس ما كان في السنوات الماضية. هو طبعا سنوي، والأفضل أن يتكلم عن الموضوع إجمالا لمؤسسة الإمارات. هم أصحاب البرنامج. ونحن كنا مستضيفين في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك في جامعة الشارقة، استضفنا الفعالية الثالثة لإمارة الشارقة، وبعد بضعة أيام سيكون إن شاء الله هنا في الفجيرة طبعا بإذن الله تعالى. فهذا أولا يعني لنرى لأوسع للأمام أكثر، نرى أن الإمارات تخطو خطوات كبيرة وباتجاه المستقبل، باتجاه العلم، باتجاه الفضاء. الأخبار قبل قليل كانت تكلم عن الفضاء، في كل فترة لدينا خبر إماراتي فضائي. صحيح، نحن بعد بضعة شهور ننتظر رجل فضاء إماراتي. نعم، في الفضاء سيكون له مكان في محطة الفضاء الدولية بإذن الله. نعم، ولم يحظى أناس كثر ولا دول كثر بأن يكونوا في مكان ما في محطة الفضاء الدولية. نعم، التي ترتفع 400 كيلومتر على فوق الأرض. نعم، والتي شارك في بنائها 15 دولة في العالم، 5 وكالات فضاء عالمية. فالإمارات الآن ستخطو هذه الخطوة بإذن الله. وبعد سنتين أيضا أو ما يقرب من ذلك سيكون هناك إطلاق القمر الصناعي، عفوا المسبار الفضائي، مسبار الأمل. نعم، إلى المريخ. فالخطوات إذن واضحة، والمسيرة والطريق تنار الآن بفضل الشيوخ الله يحفظهم في هذا الاتجاه. صحيح، فهذا إذن مدعاة إلى كل مؤسسة. نعم، من مؤسسات الإمارات بإماراتها. نعم، وكل مؤسسة علمية
بأن تدعم هذا التوجه. نعم. فبالعلم نفكر، يعني أنا أستغرب هل هو اسم أم فعل؟ صحيح. أنه فعل وخطاب ذاتي أيضا، لاحظ كيف بالعلم نحن نفكر، وهذا مدعاة لأن أنا وتلاميذ إن كان لدي تلاميذ في جامعة في مدرسة أن نحمل هذا الشعار، نعم. وننتقل ليس فقط بالحديث بل بالتفكير ثم التطبيق، نعم. وهنا صحيح. جاء هذا المعارض، نعم. هذه المعارض الكبرى والتي تحمل ابتكارات هائلة للطلبة مختلف الأعمار. نعم. سيد مروان، يعني أهمية انعقاد معرض بالعلوم نفكر في إمارة الشارقة، ما هي أهمية هذا المؤتمر؟ طبعا يعني أهميتك كما هي الأهمية ذاتها في أي إمارة طبعا، نعم. فهي كما قلت بالعلوم نفكر، برنامج يتنقل من إمارة لإمارة يحمل معه أفضل الابتكارات الشبابية من 15 عام إلى حوالي 30 أو 35 عام، طلاب وخريجين بمعنى آخر ومهندسين شباب يحملوا ابتكاراتهم ويجوبون فيها الإمارات، وطبعا هناك جوائز، وهناك أيضا سيكون هناك من سيمثل الإمارات في الدول الخارجية. جميل. هذا برنامج تصفه أفضل مني طبعا مؤسسة الإمارات صاحبة المشروع بالكامل، لكن ما ميزة أن تكون في الشارقة؟ هناك طبعا ميزة وخصوصا في جامعة الشارقة، جامعة كبرى معروفة في الإمارات، فيها أكثر من 15,000 طالب بتخصصات واسعة جدا، وبالإضافة إلى كل ذلك هناك مركز علمي كبير في الشارقة. صحيح. مركز الفضاء والفلك في جامعة الشارقة. نعم. هذا المركز يتميز أولا بمحتوى، بشكله الخارجي، بإلهامه الذي يعطيه للناظر وللباحث في داخله وللزائر. نعم. نعم. هذا شو اللي يميز، نعم. المعرض بالعلوم نفكر عن باقي المعارض اللي تقام أو بالاهتمامات هذه بنفس المجال؟ نعم. ولماذا في هذا المكان؟ صحيح. مركز الشارقة، نعم. يعني المكان ملهم، نتكلم عن فضاء وفلك، مكان ملهم. فالطالب، نعم. الذي يعرض تجربته، ورأيت تجارب رائعة الحقيقة، الحدث المناسب في مكان مناسب، نعم. نعم. فتجد أن الطالب لا يكتفي بأن يعرض معروضته وابتكارها، بل إنهما الطالب والطالبة يشاهدون حولهم ما يلهمهم للأمام، وهو الأجهزة العلمية، أجهزة الفضاء والمعروضات الفلكية والقبة الفلكية التي توسط كل ذلك. فهذا مكان مدعى لأن فعلا يتقدم بأفكار إضافية، لأنه يستلهم المستقبل من خلال مكان العرض ذاته. نعم. عدد المشاركين أستاذ مروان كم وصل العدد؟ نعم. شارك في المعرض حوالي 300 مشارك من الطلبة وغيرهم طبعا، وعرضوا عدد هائل، مئات الحقيقة، من ليست تجارب، ليست وسائل عرض، وإنما ابتكارات حقيقية في مختلف المجالات. وبالتالي يعني امتلأ مركز الشارق للفضاء والفلك بهذه المئات من التجارب العلمية والابتكارات التي زارها وأمها أكثر من حوالي 4,000 أو 5,000 طالب، ما شاء الله. ومن الجمهور العام بذويهم أيضا، مما جعل يعني الناس طلبة وأهالي الطلبة يعني يمزجون ويستشعرون العلم بما يعرضه الطلبة وبالمكان الملهم الذي جاءوا لزيارته. في جميل. المركز كل معرض فيه فعاليات، لكن شو الفعاليات المصاحبة للمعرض؟ نعم. خبرنا. طبعا يعني سأكون هنا ربما أنانيا نوعا ما أن أقول أن ربما أو كما أستشعر أن أهم فعالية كانت ربما عروض القبة الفلكية والفضاء. نعم. لأن الفعاليات العلمية واضحة ولا ليست بحاجة لأن نتكلم عنها، فهي تتكلم عن ذاتها. صحيح. ما نشره وما عرضه الطلبة كان هذا هو الأساس، أما ما رافق ذلك أنا أعتقد أن القبة الفلكية التي زارها الطلاب تقريبا جميعا في كل نصف ساعة، أقمنا عرضا للقبة
الفلكية ذهبوا من خلال الفضاء، زاروا محطة الفضاء الدولية التي سيكون قريبا كما أشرنا رائد الفضاء الإماراتي قريبا إن شاء الله في داخلها، فتعرفوا إليها، وأيضا جابوا عبر الكون، زاروا مجرتنا درب التبانة وعادوا إلى الأرض ومبهورين بما شاهدوا في داخل قاعة تتسع لمئتي شخص بقطر 18 متر، وهذا وهي الأكبر في المنطقة في مركز الشرق الفضاء الفلك. ربما كانت هذه الفعالية الجوهرة والفعالية بالنسبة لي على الأقل كفلكي التي ميزت المكان. طبعا هناك فعاليات أخرى كثيرة يعني ولكنها علمية، هذا ما نريد أن نقول دائما، فكان بالعلم نفكر أو بالعلوم نفكر، فنحن إذن في جو علمي، جو علمي وفضائي تحديدا، هذا ما صبغ أو صبغه مركز الشارقة لتلك الفعالية تحديدا دون غيرها. أستاذ مروان، تذكرت ما شاء الله أن هناك أكثر من 5000 طالب، وأيضا من ضمن الزوار وأهاليهم كانوا حاضرين، أيضا بالنسبة لعدد الجهات المشاركة في هذا المعرض كم عدد الجهات؟ والله شاركت كثير من الجهات، كجهات حوالي 50 جهة ربما. جميل. إن لم تخني الذاكرة على الأقل 50 جهة شاركت، ما شاء الله. طبعا حكومية، قطاعات حكومية وخاصة، وأيضا قطاعات تعليمية. يعني أهم ما نشاهده في هذا المعارض أن هناك الجامعات في الإمارات، كل جامعة لها مكان بطلبة يعرضون تجارب في مجالات مختلفة، منها ما هو يساعد على مثلا الوقاية من حوادث الطرق، وكانت كلها حلول هندسية، ليست عرض فقط لمشكلة بل تقديم حلول من شباب وفتيات صغار بالعمر من 15 إلى 20-30 عام، فيقدمون حلولا هندسية وتقنية. وما ميز هذه التجارب في الحقيقة أنها تقريبا يعني فيها العنصر الإلكتروني البرمجي، صحيح. فأتوا بدوائر إلكترونية ابتكروها وجسدوها لتتحرك بطريقة الروبوت مثلا لتقديم حلول مذهلة. فطلاب من جامعات مختلفة، أيضا جهات حكومية مثل وكالة الإمارات الفضاء، مركز محمد بن راشد الفضاء، نعم. ومركزنا طبعا الشارقة ومراكز أخرى، يعني كل المؤسسات الكبرى في الوطنية في الحقيقة المعنية بتقديم حلول بيئية وتقديم حلول للسلامة على الطرق وحلول للتغذية والاستدامة للمياه والسلامة، وكل هذه الأمور كانت متواجدة، وبالتالي شعر الطلاب الصغار أنهم أيضا أمام مؤسسات كبيرة تهتم بالموضوع، فربما استشعروا، هذا ما آملوا وقدروا، أنهم سيكون يوما ما جزء من هذه العجلة الكبرى التي إن شاء الله ستحرك. أستاذ مروان، خبرتنا أن بتاريخ 3 من الشهر الحالي، يعني تقريبا من قبل 9 أيام بديتوا هذا المعرض، كيف إقبال الجمهور خلال 9 أيام هذه؟ هو معرض ليوم واحد طبعا، هو يوم 3، يوم 3 مارس، يعني الفكرة أن المعرض يتحرك في كل تقريبا أسبوعين، معدل كل أسبوعين أسبوع أسبوعين ينتقل إلى إمارة من الإمارات، ينتقل نعم ينتقل كله تقريبا النقل، ولكن هناك خصوصية لكل إمارة، نعم. بأن تأخذ زوايا طلبتها أكثر وما إلى ذلك، ولكن المؤسسات الكبرى تأخذ دائما أماكنها وتنشر، والاختراعات الكبرى أيضا تبقى، فبالتالي تنتقل لعرض يوم واحد. طبعا يحتاج إلى عدة أيام للانتقال، للانتقال والتجهيز، لأنه في غاية من الجمال الحقيقة، فالذي زار المعرض والفرصة لم تفت من لم يزر المعرض، يعني أنا أكلم جميع المشاهدين لم تفت الفرصة بعد، فلدينا الآن فرصة في يوم 17 مارس اليوم الأحد القادم هنا في الفجيرة، وأيضا للأمام أيضا، يعني في فهناك فرص ما زالت. أستاذ مروان، يعني أكيد هناك جمهور مهتم بهذا المجال، مجال الفضائي، وهناك جمهور خارجي ربما لديه الفضول ليطلع على هذه الابتكارات ويعني يستهويه مجال الفضاء، هل هناك يعني لاحظتم إقبال كبير من الجمهور الخارج الغير متخصص في هذا المجال؟ يعني هذا أولا معرض يعني وطن كبير جدا، وبالتالي كل الناس المهتمة بالعلم بالعلوم، نعم. والذين يفكرون بالعلم، يعني هذا هو عنوان البرنامج بالكامل، بالعلم بالعلوم نفكر،
فهناك يعني أنا شخصيا أهتم بالعلم. نعم. وبالتالي أشعر أن هناك شيء ما يخصني، أتكلم عن نفسي ربما لأن السؤال شاعري تقريبا وشخصي. نعم. تقريبا هكذا أتى، فأتكلم عن نفسي عندما أشعر أن هناك شيء علمي، فأشعر بأنني معني بالأمر وبالتالي أذهب إليه. نعم. دون القصد ودون الترتيب. صحيح. فبالتالي تجد الناس فعلا تأتي منبهرة ومستكشفة، تريد. نعم. أن تعرف، طلبة كانوا أو أهليهم أيضا كداعمين وأفراد. بعض الكبار قالوا هل يمكن أن أعرض شيء وهم أكبر من الفئة؟ نعم. فكان لديهم فعلا ما يرغبون بتقديمه. فلذلك أنا أدعي أن المحبين محبي العلم تقدموا وزاروا المكان واستكشفوا ما فيه، خصوصا الطلبة الذين في المستقبل يشعرون بأنهم سيكون لهم دور إن شاء الله في تنمية البلد علميا. نعم. العلم من يعني أنا أعتقد، اسمحوا لي إذا كان لي كلمة أخيرة. نعم. تفضل. أقول الآن أو لاحقا. تفضل. لا أدري. أنه يعني ليس أمامنا من طريق في الحقيقة لأن نتطور إلى العلم. نعم. لا شك. العلم هو طريقنا للأمام، من أنكر ذلك فيبقى إلى الوراء. صحيح. كما تقول المقولة الكبيرة، يعني لا أدري من قائلها لكن أنا من مردديها. نعم. من ليس له مكان في الفضاء لن يكون له موطئ قدم على الأرض. الله. صحيح. فيعني نحن أمام خيارات. نعم. استراتيجية وربما وجودية في الكوكب. نعم. الأرض، فنحن ليس لنا إلا العلم، والحمد لله الإمارات تخطو الخطوة، الحمد لله، وهذا مثال جيد للوطن العربي والإسلامي بالكامل. لا شك. فنحن شعوب تقريبا يتهم الآخرون أن غير منتجين، وربما. نعم. هذا حقيقة. صحيح. لنوضح الأمور، علينا أن نبدأ بالإنتاج، والإنتاج لا يكون إلا بالعلم. لا شك. والعلم لا يكون إلا بالتفكير العلمي، وهنا جاء بالعلوم نفكر. نعم. فعلا استمتعنا بهذا اللقاء يا مروان. فعلا أنا وايد استمتعت. أستاذ مروان شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا لك الأستاذ مروان شويكي، مدير معارض الفضاء والقبة الفلكية في مركز الشرق للعلوم والفلك. شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا. يعطيك العافية. والحين وين بنسير يا مروان؟ الحين وين بنروح؟ الحين بنروح لفاصل بإذن الله. هذا الفاصل، وأكيد بنروح لفاصل مشاهدين الكرام، وراجعين لكم إن شاء الله، تريونا. رجعنا لكم عقب فاصل مشاهدينا، والحين من الرياضة والعلم الفلك والقبة. نعم. إلى الرياضة. إلى الرياضة مرة إلى الرياضة ثانية. نعم. معانا أكيد علي تمهيد لانطلاق الألعاب. نعم. العالمية للأولمبياد الخاصة اللي استضافتها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 14 وحتى 21. نعم. مارس الحالي، تستضيفها حاليا طبعا، وهي انتقلت هذه البطولة، يعني كانت موجودة على في كذا إمارة، وإن شاء الله راح تكون في إمارة الجمال عاصمتنا الحبيبة في أبوظبي. وأيضا الحين طبعا استقبلت إمارة الفجيرة تقريبا 425 ضيف من الرياضيين المشاركين وأصحاب الهمم وعائلاتهم، وأيضا المدربين معاهم والمشرفين، ويمثلون 11 دولة و11 جنسية. نعم. مروة، علي من أجمل الأشياء اللي أحس أنه فعلا جميلة يوم يكون في معرض أو مؤتمر أو أي شيء من هذه الأشياء اللي فيهم اهتمام من الجمهور. نعم. أنه تنتقل من إمارة لإمارة علشان الكل يكون موجود ويحضرون هذا الشيء، علشان الكل أكيد تعمل فائدة من الهدف أكيد. نعم. أكيد تعرفين أن هذه البطولة تعتبر من أهم، أو هذه يعني هذه الفعالية تعتبر من أهم الفعاليات العالمية المهمة جدا وأصعبها على فكرة. يعني تعرفين بعض مثلا إمارة الشارقة قبل يومين استقبلت 1600 من ضيوف الأولمبياد الخاص، 1600 عدد هائل وكبير. أيضا كل واحد له حالته الخاصة. نعم. كل واحد هو يعني عنده مثلا من أصحاب الهمم، كل واحد يحتاج اهتمام ويحتاج أكل خاص ويحتاج، فهذه تعتبر من أهم البطولات وأصعبها جدا، ولكن الإمارات الحمد لله رب العالمين أثبتت أنها قادرة على مواكبة كل الظروف وأيضا استقبال كل البطولات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. الحمد لله علي. والحين بنروح أنا وأنت والمشاهدين لهذا التقرير علشان نتعرف على التفاصيل أكثر. بنتعرف أكثر معكم مشاهدينا. اليوم صباحا بدأ البرنامج، كان بدايته في كان هناك
لقاء رياضي في نادي الفجيرة. تم حجز أرضية نوادي الفجيرة لإقامة بعض الفقرات الرياضية لهم. الآن نحن متواجدون أمام قلعة الفجيرة التاريخية لالتقاط الصور والتعرف على التراث الإماراتي. سننطلق بعد قليل إلى قرية التراث بمنارة الفجيرة منطقة مضب، ثم بعد ذلك مرورا بمسجد الشيخ زايد والعودة إلى الفنادق للاستراحة. هناك فترة مسائية ستقام في المجمع الرياضي في إمارة الفجيرة، فقرات متنوعة ومختلفة لغاية الساعة 7 مساء وينتهي برنامج هذا اليوم. وغدا إن شاء الله بيكون هناك في برنامج جديد آخر متجدد إن شاء الله. توجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبمتابعة دائمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد، عملت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص في الفجيرة وبرنامج المدن المضيفة على تصميم برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مختلف الوفود اللي استقبلتها إمارة الفجيرة منذ فجر يوم أمس الغد. عدد الوفود اللي وصلت من 11 دولة مختلفة حول العالم، 11 ثقافة مختلفة من جميع أنحاء العالم. الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز قيم التبادل الثقافي اللي هو يعد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيف دولة الإمارات في جميع إماراتها. الحمد لله اختتمنا فعاليات المدن المضيفة الحمد لله بنجاح وبتنوع بين الفعاليات التقليدية والحديثة. فبصراحة يعني ردود فعل كانت جدا جميلة من المشاركين، فهذا هو كان نجاحنا الحمد لله يعني. ونتمنى لجميع الفرق التوفيق في الختام إن شاء الله في العاصمة الحبيبة أبوظبي. نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها للبطولة للأولمبيات الخاصة لأصحاب الهمم، ونحن جدا سعيدين في استقبال 11 وفد من شتى أنحاء العالم، واللي كانوا والحمد لله كانت الفعاليات جدا متنوعة وكان تفاعلهم جدا طيب. اليوم شملت الجولات بعض من المدارس إمارة الفجيرة وبعض الورش العمل اللي قدمها مجمع زايد الرياضي. التفاعل كان جدا طيب والحمد لله، سعادة الوفود هي من سعادتنا. أحلى شيء كان في هذا التجمع أن نحن نحس أن نحن شكثر محتاجين أن نحن نتحمل ونصبر مثل ما هم متحملين وصبروا. إيش كثر يبالنا وقت إن إحنا نتحلى بالشجاعة والقوة والصبر على أساس نكون مثلهم في قوة تحملهم وصبرهم. النجاح اللي وصلوا له هم نجاح جدا كبير. إن أنا أشوف شخص من أصحاب الهمم يحمل ميداليات أولمبية، أنا جدا سعيدة في إن أنا أتعرف على ناس أصحاب همم لكن عندهم إنجازات عالمية. مشاهدينا الكرام، علاقة الرجل الإماراتي بشجرة النخيل علاقة وطيدة منذ زمن طويل، وقد اهتم المرحوم أو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه اهتمام كبير بشجرة النخيل لما لها أهمية يا مروة للمجتمع الإماراتي. وقفة هذه النخلة كان المجتمع الإماراتي والخليج بشكل عام يأخذ منها كل شيء. كان الفراش من زعف النخيل، وكان الأكل منها، وكان السعف يستخدم في أيضا في الحبال وعدة أشياء. صحيح. ما شاء الله. أيضا التمور من أكبر مصادر أكيد. الطاقة للإنسان يعني. نعم. دوم يوم نأخذ تمرة واحدة، وأيضا حتى في رمضان أول شيء نأخذ التمر واللبن أو الحليب. نعم. صحيح. نعم. الحين بنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع المستشار الدكتور علي بن عوض العمودي، مستشار التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة وسفير النوايا الحسنة. هلا مرحبا. يا مرحبا بكم، مساكم الله بالخير. حياك الله يا دكتور سعيد. شكرا على استضافتي الطيبة هذه. نعم. حياك الله. سعيد جدا بوجودي. حياك الله يا دكتور، سعيدين جدا أكيد بوجودك معنا. ويعني موضوع مهم وخطر أكيد يهدد شجرة النخيل، وفي كان هذا الموضوع مهم طرح في اجتماع وزراء زراعة، مؤتمر وزراء زراعة الدول المصنعة للتمور الذي عقد في أوائل طبعا هذا الأسبوع في العاصمة أبوظبي. نرحب فيك مرة ثانية ونود أن نسلط
نسلط الضوء على هذا الموضوع. طبعا حصيلة إنتاج الدول العربية من الإنتاج العالمي للتمور هي حصيلة كبيرة، كيف تهتم هذه الدول للمحافظة على هذه الشجرة لديمومة هذا الإنتاج ووجود هذه الشجرة وأهميتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بعد دي بدأنا حقيقة أنا أشكر دائما يعني هذا البرنامج الرائع سبع دوم يسلط على قضايا حيوية وقضايا الساعة. يعني زي ما تفضلتم طبعا أهمية شجرة النخيل للإنسان وخاصة في منطقتنا العربية وفي الخليج، ما نستغني عن التمر لا شك طول السنة. صحيح. يعني الواحد ما يستغني عن التمر مهما كانت أصناف التمر أو أنواع التمر كلها، ويعود بعد الفضل بعد الله سبحانه وتعالى للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، اللي حقيقة حقق معجزة على مستوى العالم كله. صحيح. وتشهد لها الأمم المتحدة وتشهد العالم كله بأن هذه الصحراء عندما حولها إلى جنان خضراء فعلا كانت معجزة، لذلك هم سموه صانع المعجزة الخضراء الشيخ زايد الله يرحمه رحمة الله عليه. والآن احنا نفتخر في دولة الإمارات ان اصبحنا اكثر من حوالي 58 مليون شجرة نخيل موجودة في الإمارات. هذا لما وصل عدد الى 60 مليون شجرة اللي ما كانت اول تنعد تقريبا باصابع اليد. صحيح. في ابو ظبي، في المناطق، في الفجيرة، في اماكن اعداد بسيطة، هذه الحكي بالستينات وخمسينات عقب الشيخ زايد عندما كانت الهمة عنده والإرادة القوية. طيب. الله سبحانه حبابي بهذه النعمة. نعم. والآن أصبحنا من خامس دولة من دول العالم مصدر النفوذ. نعم. دولة الإمارات بأصناف المتميزة من التمور. نعم. نعم. شو التهديدات اللي تواجه زراعة النخيل أو خلينا نقول أيضا تجارة التمور، لأن التمور أيضا فيها. صحيح. تجارة. نعم. أي نعم، هذا هو الحقيقة الحدث الكبير اللي حصل خلال فترة من 9 إلى 10 شهدته العاصمة أبوظبي. نعم. هو اجتماع وزراء الزراعة. نعم. للدول المنتجة والمصنعة للتمور. نعم. لغرض واحد اهتمت فيه منظمة الزراعة والغذاء والزراعة العالمية فاو. نعم. وهو أنه في تهديد لشجرة النخيل أو شجرة النخل والتمور. التهديد هذا يجي من حشرة واحدة اسمها سوسة النخل الحمراء. نعم. هذه سلسلة النر الحمراء بدأت من جنوب. هذه الحين نحن نشوفها على الشاشة. تشوفونها بالشاشة. نعم. هذه صراحة بدأت بجنوب شرق آسيا. هذه آفة كبيرة. وانتقلت عبر طبعا المواد الغذائية ويعني والتصديرات. والتصديرات. نعم. نعم. والأسمدة. والأسمدة. نعم. وكثير فانتشرت على ربوع العالم كله الحين. الآن منظمة الغذاء والزراعة الفاو وجدت ان هناك المؤشرات بدات تزداد، وكان في مؤشر كبير. نعم. للقضاء على النخيل والتمور. نعم. وتجارة التمور وبالذات في منطقه يسمونها المينا او نينا. نعم. اللي هو نورث افريكا اند نير ايست اند نورث افريكا، معناته الشرق الاوسط والمنطقه شمال افريقيا. الظاهره اصبحت 50 مليون مزارع يتهدد هذه سوسة النخل الحمراء. هي يسمونها the red palm weevil. الاسم العلمي لها رينكو فايبرز. فهذه رينكو فايبرز أصبحت الآن تهدد اقتصاد عالمي. نعم. لأن وجود هذا التجمع اللي كان في أبوظبي ولأول مرة دولة الإمارات تستضيف هذا المؤتمر بناء على ما خرجت فيه مقررات سنة 2017 في روما في المقر الرئيسي لمنظمة الفاو. الفاو خرجوا يجب علينا أن نكون في استراتيجية في حملة عالمية نبنيها على استراتيجية. نعم. وننشئ صندوق يعني صندوق تمويل للأبحاث والدراسة عشان نكافح هذا النوع من الحشرات الضارة اللي هي. نعم. سوسة النخل الحمراء. دكتور شو هي يعني مراحل الخطورة على النخلة؟ هل هناك يعني مرحلة معينة قابلة للعلاج؟ هل هناك مرحلة مثلا إذا وصلنا مثلا 50% من مرض النخلة هل ممكن تتعالج، ولا إذا وصلت ولا مجرد أنها تصاب النخلة بهذه السوسة يقضى عليها؟ هي عرفت الموضوع اللي هي الأطوار اللي تمر فيه الحشرة. نعم. عندما تكون في طور الطور البدايه اسمها
الطول الرافع اسمه انه بالانجليزي ذا بريد اللي هي الطور الاولي او المرحله الاوليه ما يكون فيها خطوره منها. ما في خطورة. عندما تبدا تكبر الحشره ومثل ما شفتوا بالصوره فيهم عندها مثل مقدمه في حجم كبير. ايوه يا الله. نعم جدا تبدا تمتص الانزيمات والخلايا تنخرها نخر مثل النخر. نعم من الخارج هي ما مثل تبين الخرطوم. ابدا آه؟ من الخارج ما تبين. نعم فعندما تبدا الى مرحله البلوغ تبدا خطورتها لان تبدا تنخر النخله شجره النخل. وفي صور ثانيه موجوده تبين لك كيف تاكل النخله من تحت من الساس نفسها. لذلك طبعا النخله ما تقدر انها تنتج تمور وبالتالي يؤدي الى وفاتها وبشكل سريع جدا. اعداد كبيره ملايين من هذه تنتشر بشكل رهيب. علماء الزراعه يدركون ان هذه الحشره معدل نموها سريع جدا وبالتالي هي تقضي على النخله من خلال الامتصاص الانزيمات الموجوده الخلايا الموجوده تتغذى عليها. مؤشر ممكن نقولها 90% مثل ما ذكروا في العالم 90% من التمور المنطقه في العالم كلها من منطقتنا منطقه الشرق الاوسط. نعم. وشمال نعم. افريقيا. نعم. 480 مليون مليار يورو تصرفها منطقه الحوض الابيض المتوسط لمكافحه هذه الحشره. لذلك انتبهوا الحين منظمه الفاو بانه يجب ان يكون في انشاء صندوق لنا نحن في دول الخليج دول الشرق الاوسط بنوضع خطه استراتيجيه ويضعون يعني ميزانيه كبيره. طبعا دوله الامارات يعني بفخر كبير اسهمت بحوالي 2 مليون دولار. نعم. بانشاء هذا الصندوق. نعم. وطبعا الصندوق اهم اهدافه هو البحوث يعملون يعني بحوث لحد الان ما قدروا يستطيعون انه يقضون عليها قضاء كامل. بدرجه اولى البحوث بالبرنامج الثاني او المحور الثاني هو الكاباسيتي بيلدينج يسمونها بناء القدرات. من ناحيه المنتجات اللي تستخدم. والثالثه نقل المعرفه اللي هو تكنولوجي ترانسفير. ثلاث المحددات هذه او المحاور هي اهم استراتيجية إنشاء الصندوق على مستوى وزراء الزراعة الدول العربية وغير العربية. نعم أستاذ خبرنا عن المنظمات العالمية اللي شاركت وياكم في هذا المؤتمر. في المؤتمر العالمي طبعا اللي هو جهود منظمة الفاو بدرجة أساسية. نعم. طبعا المنظمة العربية للتنمية الزراعية صندوق التنمية العالمي في البنك الدولي ووفود من الدول منظمات البرنامج المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه لأنها لها علاقة مباشرة يعني بالحدث وممثلين لجميع الدول زي ما تفضلنا وزراء الزراعة للدول المنتجة والمصنعة للتمور. فكان متواجدين في هذا الاجتماع كان بصراحة يعني اجتماع ناجح وخرجوا بمقررات يعني مهمة جدا وهي الاتفاق يسموه إعلان أبو ظبي. نعم. إعلان أبو ظبي إن إنشاء صندوق أممي لمكافحة سوسة النخل. إضافة إلى وضع استراتيجية. نعم. الاستراتيجية لمدة 5 سنوات. جميل. إلى الأمام لتكون هي الرؤية هي تكون هي السياسة اللي أو المسار اللي تنتهجها هذه الدول لمكافحتها. أولا تعاون وتكافل ويكون نوع من المشاركة بين هذه الدول كلها للقضاء على هذه الآفة. نعم. لأنه خطيرة جدا. إذن وضعت الاستراتيجية إن شاء الله وضعت الاستراتيجية وناقشونها واعتمدونها. نعم جميل جدا. وأعلنوها في إعلان أبو ظبي اللي خرجوا فيه في المؤتمر وزراء الزراعة. جميل جدا. نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء دكتور علي وان شاء الله تشرفنا دائما وتنورنا. يسلمكم رزق. انا سعيد جدا بوجودي معكم. شكرا لك. شكرا لك دكتور علي بن عوض العمودي مستشار التنميه المستدامه لبرنامج الامم المتحده وسفير النوايا الحسنه. شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. شكرا استاذ علي. شكرا. والحين من موضوع الزراعه والتمور والمؤتمرات بنروح للذكاء الاصطناعي وهو اهم مخرجات الثوره الصناعيه ويتوقع انه يفتح الباب لابتكارات لا حدود لها تحدث تغيير جذري في حياة الإنسان. مثل ما نشوف أن دولة الإمارات تهتم
بالأمور السابقة والأساسية الطبيعية، وأيضا مهتمة بالتكنولوجيا والثورة الصناعية بشكل عام، واعتادت دولة الإمارات على التنافس مشاهدين الكرام واستباق التحديات والذهاب إلى المستقبل وعدم الانتظار. وفي حوار حصل قناة الفجيرة كان اللقاء أكيد مع سعادة سالم الشاعر رئيس شركة الشاعر وشركة وشركاء وأيضا الممثلة لمؤسسة غريبة للتكنولوجيا في الأردن. نتابع معا هذا اللقاء. تجمعنا هذا كان الهدف منه اليوم أن احنا نلتقي بشركائنا في إيطاليا. في عندنا شراكات عملناها مع شركة يوني تيم ومع CNR اللي هو أكبر مؤسسة بحثية في أوروبا. وضيفنا اليوم الموقر لامبرتو ديني. لامبرتو ديني هو كان رئيس وزراء سابق في إيطاليا، وأيضا خدم كوزير للخارجية لمدة 5 سنوات. هو أحد الرعاة للمشروع اللي احنا نعمل فيه مع شركائنا في إيطاليا. طبعا الشراكة هذه الهدف منها هو إعداد محرك بحثي متطور جدا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يخدم الأفراد ويخدم المؤسسات التجارية، متطور جدا، قطعنا شوط كبير فيه، نتأمل أن نخرجه بصورة النهائية خلال 18 شهر القادمين إن شاء الله. شركائنا أيضا موجودين في جمهورية مصر وفي الأردن وفي كندا، في عندنا باحثين وعلماء شغالين على هذا المشروع. وتجمعنا اليوم كان الهدف منه أن نلقي نظرة على الاقتصاد العالمي أولا، وثم الخطة الاستراتيجية اللي شغالين عليها الأخوة، اللي هي خطة تطوير التقنية وتطبيقها في الدول العربية، مشروع تابع أو مرتبط بجامعة الدول العربية. Well, there are various factors, you know, that are determining the slowdown in the world economy. And this has started in the largest economy. One is the United States, the other is China, and also Europe. And these three areas represent 60% together with Japan of the world, the GDP. And any slowdown, you know, after a period of protracted growth of the economy since the crisis of 2008. You know, we have a great grow. And now I think some imbalances are emerging, and we have seen it, the stock markets that have reacted negatively, and the level of indebtedness in the major economy has grown too much, and the IMF is worrying about the increase in indebtedness, particularly also in developing countries. الموضوع اللي بنتكلم عليه الاقتصاد الرقمي بقى النهارده حقيقة واقعة في كل بلدان العالم، سواء البلدان المتقدمة أو البلدان النامية، لأنه بدأ يمس كل مناحي الحياة النهارده بدخول التكنولوجيات الحديثة، وفي نفس الوقت احتياج الحكومات واحتياج البلاد أنها تحسن من مستوى أدائها وبسرعة وبكفاءة. محتاجين طبعا ما في شك بنية أساسية معلوماتية قوية وتطبيقات تستطيع أنها تنهد بالقطاعات المختلفة زي قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع العدل، قطاع السياحة. كل قطاعات الدولة النهاردة بدأت تستفيد من هذه التكنولوجيات لأداء رسالتها. جميل التقرير، حبيت علي صح؟ أكيد ما شاء الله، هناك نشوف اهتمام في كل المجالات الحمد لله. أيضا التقرير معنا عقب شوي اتصال، بنتحدث أكثر عن أعمال مؤتمر إدارة الطوارئ والأسواق والأزمات في أبوظبي اللي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات وأيضا الكوارث. نعم، برعاية سمو الشيخ طحنون بن زايد هي مستشار الأمن الوطني، وتحت شعار استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات قدرات وتحديات.
والمزيد أيضا في التفاصيل مع الأستاذ ناصر محمد اليماحي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. يا هلا ومرحب فيك. يا هلا فيكم، مساء عليكم وكل المشاهدين ان شاء الله باذن الله. خبرنا عن المؤتمر واهدافه استاذ ناصر. طبعا اول شيء المؤتمر ياتي توجيها للقياده الرشيده لدوله الامارات، طبعا بتطوير علاقات الشراكه وتبادل الخبرات والمعارف في العالم، وطبعا توجيهات مجلس اداره الهيئه ومن سمو مستشار الامن الوطني لتعزيز جهوزيه وجاهزيه منظومه الطوارئ في دوله الامارات. نعم. والاستفاده من الخبرات والتجارب من الكثير من الدول العالم اللي طبعا تتعرض لكثير من المخاطر والتهديدات وخاصه المخاطر الطبيعيه. وطبعا حبينا احنا في من خلال هذا المؤتمر وفي دورته السادسه ان نلقي الضوء على هذه التجارب والخبرات والاستفاده منها لمن يعمل في منظومه الطوارئ والازمات، سواء كانت المؤسسات والوزارات المعنية بمنظومة الطوارئ واللي هي دائما موجودة في الميدان وتعمل وفق آلية معينة للحد من المخاطر وطبعا لوضع الأمن والأمان في دولة الإمارات. نعم أستاذ ناصر، ما هي أهم المحاور اللي تم طبعا التطرق لها في هذا المؤتمر؟ طبعا المؤتمر يشمل أكثر من محاور كثيرة. طبعا كان من طبعا اسم المؤتمر كان استشراف مستقبل الطوارئ والأزمات قدرات والتحديات. كان عندنا ايضا كلمات رئيسيه لمعالي طبعا الدكتور ثاني بن احمد الزيودي، وايضا طبعا وزير التغيير المناخي والبيئه في دوله الامارات، وايضا للوزير الايطالي الدكتور انجلو اللي هو وزير الدائره الوطنيه للحمايه المدنيه في ايطاليا. وطبعا كان عندنا ايضا في اليوم الثاني كلمتين رئيسيات ايضا لمعالي وزيره الدوله مريم بنت محمد المهيري. نعم. وطبعا ايضا لمعالي الاسكندر خولديف النائب الاول لوزير الطوارئ. نعم. طبعا في بيلاروسيا. وكان طبعا كثير من المحاور، وكان من ابرز هذه المحاور هي الجلسه الاولى سياسات ولطل الحد من مخاطر الكوارث، وطبعا تطرقت للحد من المخاطر عن طريق تطبيق دار سانداي، وطبعا الحوكمه في منظومه الطوارئ والازمات واطار سياسات منظومه الطوارئ. وطبعا تحدث فيها نخبة من المختصين والباحثين من داخل وخارج الدولة. وكان طبعا أيضا عندنا الجلسة الثانية في اليوم الأول الاستعداد والجاهزية للأحداث الكبرى. الكل يعرف أن دولة الإمارات مقبلة على استضافة اكسبو 2020. نعم. وطبعا هني أيضا كان في تجربة أو استعداد دبي لاستضافة هذا الحدث. وكان أيضا تعرجت في هذه الجلسة لأيضا تجربة إيطاليا لاكسبو ميلانو 2015. وطبعا ايضا كان فيه تجربه لانسيابيه الحشود في موسم الحج للاخوه في المملكه العربيه السعوديه. نعم. وتطرقوا لكثير من الاستعدادات والجاهزيه وكيفيه ايضا الاستعداد. جميل. لاداره هذه الحشود اللي بتكون في فتره محدده وفي منطقه ايضا محدده. جميل جدا. فطبعا كان فيها كثير من التجارب والخبرات السابقه اللي ممكن الاستفاده منها عندما تصير دوله الامارات باذن الله في 2020. جميل جدا. أستاذ ناصر محمد الماحي، أشكرك على المعلومات اللي زودتنا فيها عن المؤتمر، مدير إدارة الإعلام والاتصال، أكيد أشكرك. والحين بنروح للفاصل. نعم شكرا جزيلا لك. شكرا. والحين بنروح للفاصل وراجعين لكم على برنامج 7 على 7. حلكم ويانا. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. تطرقنا لهذا الموضوع اللي بنتكلم عنه الحين اللي هو الابتزاز، أو مش الابتزاز، الاستفزاز. الاستفزاز بنفس المعنى، هو نفس المعنى، الابتزاز والاستفزاز وتنمر يعني بنفس كله بنفس المعنى في النهاية. الاستفزاز الإلكتروني في بداية البرنامج وقلنا أنه منتشر هالأيام، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والكل ما شاء الله فعال عليها. واتصلت هالموضوع قبل؟ تعرض للعديد من المواقف بما أن من السوشيال ميديا، من مذيعة وأنت بعد أكيد. نعم. مذيع، أغلبية يعني الأشخاص الموجودين عندهم صفحات فيها. نعم. متابعين، من الممكن أن يستفزهم هذا الشيء على مواقع التواصل. نعم. الاجتماعي. ولكن أكيد بنتعرف اليوم على القوانين وأيضا بعض التشريعات. نعم. اللي خلينا نقول أنها تكون مع الشخص
الشخص في السوشيال السوشيال ميديا انه يعني تحمينا. واكيد الدوله الحين قننت هذا الموضوع وسنتها، طبعا في هناك قوانين مهمه حطتها الدوله لهذا الموضوع بنتعرف عليها ان شاء الله مع الدكتور اكيد حسن مصطفى عميد كليه الاتصال الجماهيري واستاذ الاعلام الرقمي بجامعه الفلاح بدبي. اهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله مساكم بكل الخير وعلى كل المتابعين إن شاء الله. نعم. خبرنا أول شيء عن مفهوم الاستفزاز الإلكتروني، هل هو نفسه ابتزاز الإلكتروني ولا لا؟ هو يمكن نقول طبعا الآن كل المصطلحات أصبحت رقمية وإلكترونية، يعني الزين والشين خلينا نسميها في هذا الإطار، لكن هذا كمصطلح، لكن كمفهوم يمكن يكون موجود في السابق بس بصور مختلفة أو بأشكال متنوعة، ولذلك سمي الاستفزاز الإلكتروني لأنه يعقب ابتزاز. يعني يمكن نقول المرحلة الأولية هي مرحلة الاستفزاز، ثم المرحلة الثانية هي مرحلة الابتزاز. فإذا يعني كما أسلفتما كلاهما مرتبط مع بعضهم البعض. إذن في النهاية نحن نوصل كل الطرق تؤدي إلى روما على قولتهم. بنوصل آخر شيء للابتزاز. جميل جدا. اليوم ما شاء الله هناك طرق حديثة عند المستفزين والمتنمرين والذين يريدون أن يوصلوك إلى الابتزاز مثل ما ذكرت. وأيضا يعني ما هي الطرق التي يجب أن يحذر منها صاحب الصفحة؟ مثل مشهور مذيع مثل ما ذكرت مروة قبل شوي، المشاهير هم أكثر ناس يتعرضون لهذا الموضوع. صحيح. نعم، خلينا نوضح المفهوم بتاع الاستفزاز الإلكتروني. شو يسوون الاستفزاز الرقمي في البداية؟ هو بكل بساطة هو عملية استدراج، خلينا نسميها استدراج الطرف الآخر للتحايل عليه حتى يتفوه. أو يكتب ما يمكن، عشان كذا أنا ذكرت يتفوه، لأن ممكن تكون نوت صوتي صحيح، أو يكتب، أو حتى ممكن تكون صورة صح، ما يمكن أن يكون مجرد من قانونا. فدي عملية الاستفزاز الإلكتروني أو الاستفزاز الرقمي. وعلى فكرة إحنا قلنا هو كمفهوم نعم هو جديد، عفوا كمصطلح هو جديد، لكن كمفهوم كان موجودا في السابق تحت بعض المسميات مثل الهندسة الاجتماعية اللي هي فن استخلاص المعلومات من الآخرين. فأحيانا بعض الناس لربما يكتب موضوعا ما ثم يبدأ في محاورة الطرف الآخر بطريقة معينة متدرجة إلى أن يقع في المصيدة. جميل جدا. والمصيدة اللي هي التجريم القانوني بناء على ما يقوم به من رد فعل معين صحيح. أو كتابة معينة صحيح. فإذا لا بد أن ننتبه إلى نقطة، ودعني أربط هذا الموضوع بعملية التسامح الرقمي. بما في تسامح رقمي. نعم جميل. كل شيء الحين كل شيء رقمي. نعم. غداء رقمي، عشاء رقمي، زواج تكنولوجيا، زواج رقمي موجود. نعم موجود. فالتسامح الرقمي هو كيف أنا أتقبل آراء الآخرين على السوشيال ميديا بصورة عامة ونحترمها أيضا. ونحترمها بالضبط. فإذا عززنا هذه الثقافة في نفوس الناس إذن يعني لتجنبنا كثيرا من المشكلات بما فيها مسألة الاستفزاز الرقمي. أحيانا تجد أحدهم يكتب موضوعا ويعلق رقم واحد على الموضوع ويعلق الثاني على الموضوع، يأتي الثالث يعلق على تعليق الأول. وتحدث هنالك مشادة وشجار بين ناس ما يخصها في الموضوع الأول يعني في البوست، وهنالك من لا يعني لا ناقة له ولا جمل. صحيح. وفي في وسط هذه المعمى يأتي ويكتب اكسسوارات موبايل للبيت. يعني هذا الإعلان على طاري الموضوع. أهم شيء موضوع الدايت، إذا تبين تنحفين وتخسرين الوزن. أقول لك هذا موضوع ثاني. أنا من أسبوع شفت بوست في الانستغرام شيخ روحاني وخطابة وبدك تخس أحذرهم. صح. يقول لك شيخ روحاني للتفريق والتقريب. نعم. هل وزنك تعبك؟ عندي الحل. نعم. هل تريد متابعين لايكات؟ هذه الشنتي حر. صح. حسابي للبيع. أيضا صح. أسدد ديونك. لا حداشين أسدد ديونك وقدم معونات المحتاجين. خطابة عثرنا على دولارات بيعها لك نص المبلغ. يعني كل هذيل بعد قصة ثانية هذه. نعم يعني يدخلون في وسط في السوشيال ميديا بيصبح عندنا مصباح سحري علي بابا. لا علي بابا قلتوا ولا علي بابا؟ علي بابا. شو علي بابا؟ علي بوبر. فلو عززنا ثقافة تقبل الآخر حتى في الآراء
لن نقع في عملية الاستفزاز. لماذا؟ لأن هنالك فرق بين الرأي والحقيقة. يعني إذا شخص طرح رأيا معينا لا يعني بالضرورة أنه حقيقة، فتستفز على ضوءها تتم مسألة المقاضاة إلى آخره من هذه الأمور. دكتور حسن، المفروض يكون في نشر لثقافة معينة علشان المستخدمي الإنترنت أو السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي ما يطيحون في هذه المصيدة أو الفخ خلينا نقول. إنزين، شو هي الثقافة المفروض أن تنتشر؟ نعم، تقبل الآخر هذا شيء مهم جدا، وأن الرأي لا يعني بالضرورة أنه حقيقة. يعني إذا طبعا ما لم يكن ما هذا الرأي حقيقة مثبتة عند الناس، يعني شخص يجي يقول والله أنا أرى أن الشمس ليست شمسا، هذا ليس برأيه. هذا اللي يقول لك البحر، هو مخالف لحقيقة أصلاً. البحر سكر والبحر أسود. أوكي، البحر أسود. لكن لو حد قال مثلا يعني الشخص الذي يتحدث أنا مثلا صوتي ليس بجميل، فهل أخذ بهذا كحقيقة مسلمة وأدخل معه في الجدال كيف تقول عني صوتي مش جميل وكذا إلى آخره؟ فهو رأيه وهو حر في هذا الرأي، قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا. فإن تقبلت هذا الرأي إذا لن أستفز. صحيح. فهذه التي نريد أن نوصلها للناس. ناحية ثانية، دائما ما نقول إحدى إشكالات مواقع التواصل الاجتماعي أننا ننتهك خصوصيتنا بأنفسنا. صحيح. بمعنى كل معلوماتنا الشخصية من صور وغيرها موجودة على العلن، فلربما أخذها أحدهم بنية الاستفزاز ونشر بعض من هذه الصور أو بعض هذه الأمور. أنت من وضعتها. نعم، ليستدرجك فيها ثم في يقوم بعد ذلك بعملية الابتزاز ويحقق ما من وراء ذلك مبالغ تعويضية وغيرها حسب استغلال القواعد القانونية في هذا الموضوع. نعم، أكيد هناك قوانين سنتها الدولة، وأيضا على طاري هالموضوع بس في موقفك بابا أقوله يستفيدون من المشاهدين. إحدى الأخوات مرة، وهي أيضا يعني مشهورة، دشت عليها واحدة سبتها في الدايركت، قامت سوت كابتشر وحطتها بوست على صفحتها، قامت هذيك اللي سبتنها رفعت عليها قضية وربحتها لأنها دخلت هي في موضوع التشهير. اللي انسبت هي خسرت ودفعت غرامة لأنها أخذت السب وحطتها على البوست. الحذر كل الحذر فيها. بالضبط، الحذر كل الحذر. من يعني تعامل هذا استدراج. صحيح. وهذا استفزاز إلى أن أوقعتها في الفخ. نعم صحيح. لكن دكتور حسن، هذه مشكلة العصر اليوم بصراحة، خاصة عند المشاهير. أبا منك نصيحة لمشاهدينا كيف من الممكن أن ما يطيحون في هذا الفخ أو هذه المشكلة. أولا تقديم المحتوى الإيجابي، وهذه مسألة مهمة جدا، والتعامل خلينا نسميها بالروح الرياضية الرقمية إذا ربطنا بهذا الجانب. ونتقبل الرأي ونوضح ما يمكن أن يكون غير واضح عند الآخرين حتى لا يستغل في هذا الأمر في محاكم أو في تعويضات أو في ابتزاز، لأن المسألة قد تستمر. يعني ليست القضية مرتبطة فقط بمحاكم وينتهي الموضوع، ولكن لربما هنالك تبعات أخرى لهذا الموضوع. نعم، الصمت هو خير جواب دائما. يعني التزموا الصمت ودائما تجاهل. بالضبط، تجاهل لفقراء طنش الأدب. تعش تجاهل لفقراء الأدب. بالضبط، وطنش تعش قالوها من زمان. شكرا لك أكيد دكتور حسن مصطفى عميد، الاتصال الجماهيري وأستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الفلاح بدبي. سعدنا جدا بهذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستمرين أكيد معكم مشاهدينا الكرام. نطلع أنا ومرمى مرمى مرمى مروة 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 ذكرت كابتن ماجد بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم عقب الفاصل، واليوم بعدنا مكملين عن السوشيال ميديا وعن المواقع التواصل الاجتماعي. وانا الحين نجم من نجوم السوشيال ميديا، يا هلا ومرحب فيك استاذ عبد الله باشا، ناشط اجتماعي. يا حياك سعيدين جدا معك، واكيد ما شاء الله اليوم هناك اسماء مؤثره في وسائل التواصل الاجتماعي، وسهلت هذه الوسائل يعني الشهره لدى من لديه محتوى يقدمه للجمهور. وما شاء الله نحن اليوم شفنا شباب، نشوف شباب فتحوا قنوات على اليوتيوب. نعم. على الانستغرام، على تويتر، ليعرضون طبعا من خلال هذه المنصات الكثير من المواهب ورسائل ايجابيه، وكانت سبب شهرتهم. حياك الله معنا استاذ عبد الله. الله يحييك حبيبي، الله يطول لي بعمرك. وانا سعيد جدا بوجودي معكم هنا.
عبد الله، شو سبب دخولك السوشيال ميديا واليوم أصبحت نجم من نجوم السوشيال ميديا وخاصة تطبيق تيك توك؟ أول شيء أنا والله زي ما قلت لك إنسان أنا بسيط جدا. أنا بسيط جدا، بديت يعني في التصوير أصور نفسي وكذا، ومع الأيام اكتشفت برامج جديدة وكذا، وأنا عندي علم. عندي علم، عندي جرأة إني أدخل أقتحم أي شيء، عندي زي ما تقول يعني عندي علم. بس تطلع أي أبي أطلع، أبي أطلع، أبي أفيد. نعم جميل. فطلعت على السناب شات، بعدين طلعت على نعم. شو المواضيع اللي ركزت عليها أكثر وحاولت تسلط الضوء عليها؟ اللي ميزني اللي ميزني إنه ركزت على اللهجات، تعدد اللهجات، إن قعدت تنوع في الفيديوهات حقيني من لهجة إلى لهجة يعني. نعم. فصعب علي هذا الشيء، لكني والله حاولت. نعم. حاولت إني أفهم عدة لهجات على أساس إني أدخل شيء جديد يعني، أبي أصير غير. نعم. فدخلت بلهجات، عدة لهجات وكذا، فأساس إني زين. نحن نبغى نسمع عيل. يلا. يعني نبغى نسمع شيء عيل، سمعنا شيء مثلا في اللهجات. وتيك توك أظني هو البرنامج اللي يحط التطبيق إنه صوت على صورة، صحيح؟ نعم. إيه إحنا نتمتم الكلام. لكن أنت تتحدث لهجات. إيه أنا أتمتم الكلام. جميل. أوكي. لما يسألوني يقول لي أنت قاعد تقول. تقدر تتمتم على صوتك؟ هي أسويها على صوتك، بس إنه إيش لما يقولون لي أنا إيش قاعد تسوي، إيش قاعد تقول، أنت تفهم شو اللي تقوله؟ أقول والله شوية. خلينا نشوف. يلا يعني. تقدر نسمع نحن الحين ولا يبغى له شوية الموضوع جهد؟ والله زين يعني بنكمل وياك. يعني كيف أصبحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عبد الله تساعد وتساهم في عرض المحتوى سواء إيجابي أو ترفيهي أو شو ما كان للشباب؟ الشباب تساعده المحتوى. نعم. الفكرة اللي هو يقدمها للناس، لما يقدم فكرة ومحتوى جميل جدا. نعم. الناس تنبسط على الفكرة هذه، بالذات لما يكون يقدم محتوى غريبة. الناس تدور الغريب. شوف الشيء الغريب اللي قدمته واللي عيب الناس وشهر أكثر شيء غريب. والله شوف أنا أكثر شيء بكون صريح معك، الفيديوهات المغربية اللي أنا أقدمها. شو هي؟ إني أنا سعودي وقاعد أقدم، قاعد أتكلم باللغة المغربية والأغاني المغربية اللي قاعد أقدمها وكذا. هذه يعني اللي ساهمت وساعدتني وجواني يعني زي ما تقول متابعين كثير يعني. اي كثير كثير متابعين. شو رايكم علي واحمد عبد الله نروح لهذا الفيديو حق عبد الله نشوف التيك توك برنامج تطبيق برنامج تيك توك صح؟ نشوف يلا. عامل لك فولو في تويتر، مطاقك انا في فيسبوك، نجاوب احسن من جوجل، شنو عملتي فيا؟ حمرنتي انا غير ساهي، حتى حلاوي غير ساهي، هبلتيني اه يا ويلي جنن. تعال 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 تخاف تعال. شو اسمك هنا؟ يزن. يزن الله يوفقك، جيب لي كاسة مي، والله طقطق حلقي وقلبي. سلامة قلبك. كاسولة انقلع من هون، الله لا يوفقك، جيب لي كاسة مي. जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। मेरा मुंह तो निकल गई क्या बताओ। जतून बलदी طب مي ما هذا بيعملش شو اسمه تاثيرات تاثيرات منيحه تاثيرات كويسه بدناش نفضح الواحد لا اقعد كله هذا جاي من الوطن العربي مش نافع حبيت الفيديوهات جميل لكن هني تحس ان غير الشخصيه اللي قدامنا الحين انت يعني هادي ما بعد ادخل على هذه شخصيتك الحقيقيه ولا اللي شفناها على تيك توك لا هذه شخصيتي في الحياه كيف وين شخصيتك الحقيقيه كيف وين شخصيتك الحقيقيه هادي انت قدام الكاميرا لا والله عشان كاميرات اوكي ولا ترى انا ولا بس لان جديد على الكاميرات كذا جديد على الكاميرات هيبه الكاميرا يعني شو ساعدك في التصوير في التيك توك والله انا لحالي
تثبت الكاميرا وتصور؟ انا اثبت الكاميرا واصور ما شاء الله. ايوه وان مان شو ما شاء الله. أيوة. لا هو بعد ايضا تعرفين من خلال الفيديوهات اللي شفناها يترجم المعنى، يروح يصور عند المنظرة وعدة لهجات. يعني حبيت الموضوع، أعطنك اللهجة الفلسطينية ولابس لك الكوفية تعرف تتكلم لهجات قليل يعني بس أنت تمثلها أكثر ما أمثلها أكثر ما أتكلمها. مثلا في الهندي أعرف أتكلم هندي. نعم. في المغربي كان هدار بالربيب السيف. نعم. أوكي. في السعودي، في السعودي طبعا أنا السعودي ممكن اسمع لهجه، انا احب اللهجه السعوديه. اي السعوديه يعني عندنا كثير لهجات، يعني شيخ بارس وشلونس انا هذه اللهجه اللي احبها. السين اخر شيخ بارس وشلونس. عندكم شيخ بارش بعد؟ وش اخبارش؟ وعندهم شيخ بارك. شيخ بارك اي، وش اخبارك؟ وش اخبارك؟ وش اخبارش؟ اي ما شاء الله كذا. يعني شيخ بارش هذا حق الجنوب والشرقيه. نعم. شيخ بارك في الرياض وكذا. وش اخبارس؟ نعم. القصيم ما شاء الله. أيوة. عبد الله كان حديثنا قبل تدخل لعنا الاستوديو عن موضوع الابتزاز والاستفزاز الالكتروني. نعم. هل واجهت هذه المشكله؟ كل يوم كل يوم كل يوم اواجه. كيف طريقه تعاملك مع الناس اللي تكون شوي سلبيه او ان شوي من الممكن انها تجرحك في تعليقاتها؟ نعم. أي. طبعا انا واخواني الزملاء اللي في السوشيال ميديا بالتحديد في برنامج التيك توك لما نفتح بث مباشر مع الجمهور دائما ما نتعرض للسب والقذف، وحتى يقذفون الاهل ويقذفون يعني يدخلون في اشياء ما لها داعي يعني. لكن احنا دائما انا وزملائي دائما ننظر الموضوع بالجانب الايجابي، ما ننظر للسلبيه. السلبيه كلش ابد نتجاهلها، او نحاول ان ايش اساس انه ما يزيد نقوم بحظره او كذا يعني. اساس انه ايش ما يخرب علينا البثوث وكذا. لكن انا تعتمد مبدا التجاهل. اي بالتجاهل. والحمد لله انا ما تعرضت في مقاطعي في الكومنتات حقيني وكذا في المقاطع ما تعرضت للقذف او للسب او للانتقاد يعني. ما مجرد ان ترسم ضحكه على وجوه المتابعين. انا اسعد. جميل. نحن سعدنا بهذا اللقاء وابداعك ما شاء الله عليك واستمر على هذا الابداع. شكرا لك. اللهم امين. سعد عبد الله باشا. الله يطولنا الله يجزاك. الله يحفظك. سعد عبد الله باشا ناشط اجتماعي من السعودية، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا. الله يطول مع هذه طبعا الفقرة الجميلة والكوميدية وصلنا للختام مع مشاهدينا. يا مروة أكيد تصبح على خير. تبترين تبدين يعني تلحين؟ لا أكيد بطلع بس أنا تصبحون على خير. خلاص يلا بنروح بيرقدون الناس بنروح يعني. تصبحون على خير ومشاهدة سعيدة لبقية برامج تلفزيون الفجيرة. تابعونا باكر في نفس الموعد الساعة 7 في برنامج 7 على 7. يلا باي. بالله تعالى كنت بقول تصبحون على خير. يلا في مولا إن شاء الله نلقاكم باكر نفس الموعد في مولا.